أيها الشعب التونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس معالج من نيويورك. يا شعبنا العزيز والغالي، علاش تخليوا ناس تلعب بيكم؟ وعلاش تخليوا ناس تكور بيكم؟ وعلاش تخليوا ناس يخدعوكم؟ وعلاش تخليوا ناس يضيعوا لكم الثورة اللي عملتوها واللي قلتوا أنه جبتوا الديمقراطية والحرية والكرامة لهذا الشعب المسكين؟ يا شعب تونس فيق شوية، همش نحكي لك حكاية اليوم يا شعبنا الغالي والعزيز، وانت حكم عقلك. به انا نستغرب وما زلت نستغرب كيفاش بعض السياسيين وبعض الاعلاميين ما زالوا يحكيوا ويقولوا الشهيد شكري بالعيد ولا الشهيد محمد البراهمي. انا قلتها الاف المرات ونرجع نقولها ونعاودها، انه شكري بالعيد ما زال حي وما تقتلش وكذبة ومسرحية، وكذلك محمد البراهمي مازال حي وكذبة ومسرحية. به يقول القائل كيفاش كذبة ومسرحية وقت اللي هما من المعارضة وفما الحكومة؟ اي نعم، كذبة ومسرحية، ويتواطؤوا فيها الحكومة والمعارضة ويتقاسموا الأدوار، ومسرحية وتمثيلية. كيفاش الحكومة اللي يقول حكومة يقول وزارة الداخلية، يعني وزارة الداخلية تعرف أنه السيد هذا ما ماتش، وزارة العدل تعرف أنه هذا السيد هذا ما ماتش، والإعلام يعرف أنه السيد هذا ما ماتش، ولكن شنو الهدف من هالكذبة هذه والمسرحية؟ به أول حاجة مش نجيكم من الأخر، وهو أنه اللي علاش كذبة ومسرحية، امشيوا اتأكدوا من الحسابات البنكية متاع السياسيين في تونس الكل معارضة وحكومة، وشوفوا لي سالير اللي يجيوهم من عند شكون، وشنو اخر الشهر الشيك متاع اخر الشهرية من عند شكون جاي. هذه اذا تفهم انت وتبحث في الموضوع هذا تفهم اني بالحق كذبة ومسرحية. به امش نجيكم مفسر لك كيفاش يا شعب تونس نحبك تفيق، والهدف متاع الحكاية هذه كلها هي تأخير والمماطلة، والتأخير والمماطلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لتونس. لأنه تونس يا شعب تونس، كانك ما عندكش وما تعرفش وماكش متذكر أنه الرئيس اللي يحكمك محمد المنصف المرزوقي انتخبوه 217 شخص فقط من المجلس التأسيسي، 217 شخص من 11 مليون و800 شخص انتخبوا رئيس جمهورية يحكم في تونس. به نجيك من الاخر اشنو اللي صار وقت اللي جات خذات الحكومة، وقت عملتوا انتخابات ومجلس تأسيسي وهكا، جات فما الحكومة، حكومة الترويكا قررت بعد يعني الشعب ما طالب بانتخابات، قالوا نعملوا الانتخابات في 23 جوان 2013. صحيح ولا لا؟ أكيد ترجعوا تلوج تتلقى صحيح، 23 جوان 2013. كيفاش نوخروا هالتاريخ هذا؟ وكيفاش الحكومة والسياسيين الحاليين بعد ما اغتصبوا منك الثورة متاعك، كيفاش يقعدوا في الحكم؟ يجيوا يعملوا تمثيلية ومسرحية اسمها شكري بالعيد. تمثيلية ومسرحية شكري بالعيد كما قلت تواطؤوا فيها الحكومة والمعارضة وتقاسم أدوار، وهذا يتهم هذا والآخر يقعد ساكت. وبعد جاكم محمد الجبالي نفس اليوم اللي صارت فيها الكذبة والمسرحية هذه، قال نعمل حكومة تكنوقراط وحده وحده، حكومة تكنوقراط. وبعديك جاب مجلس كبار علماء تونس، وبعديك منصف المرزوقي كانكم تتذكروا جاب المختصين في الدستور، وعملوا حكاية وفي لمان وهي لمان كبير باش وخروا لكم هالانتخابات التي كانت مقررة إلى جوان 2013. جات حكومة جديدة، تبدلوا شوية هكا دي بيون بيادق تبدلوا، ولكن الحكومة واللي قاعدين الروس الكبار هما نفسهم وما تبدل شيء. وخروا لكم، قالوا لكم مش نعملوا انتخابات بعد ما يكملوا الدستور. الدستور يظهر لي ما يحبوش يعملوا دستور أصلا، ولا الدستور اللي مش يعملوه سي الدستور القديم ببدلوه، وحكايات فارغة وحكايات فارغة أصلا أنتم ما عملتوش. الدستور ما يوكلش خبز للشعب التونسي، الشعب التونسي يحب يأكل، يحب يحسن وضعيته المعيشية، يحب يلقى خدمة، يحب البلاد تتقدم وتنظاف، وهذا اللي طالبه الشعب التونسي، حرية وكرامة وديمقراطية، مش دستور. به جاء وقالوا لكم مش نعملوا دستور في
مش نعملوا انتخابات جديدة في أكتوبر 2013. أكتوبر 2013 بدأت تقرب المدة هذيك، وبدأوا السياسيين يحسوا أنه بالخطر، يعني مش يمشيوا مش يرحلوا. جاءوا عملوا كذبة ومسرحية محمد البراهمي في جويليا 2013، وبعديك جاءوا قالوا لكم تأجل كل شيء ومش نعمل حكومة جديدة، وما زالوا يعملوا أخذوا رد أخذوا رد أخذوا رد. والحاجة اللي تأكد الكلام متاع قيس معالج والكلام، فما برشا عباد موافقين يوم شاطرين في الرأي هذا، بما فيهم وفاهم اللعبة هذه كلها محمد الهاشمي الحامدي، فاهم اللعبة هذه. وأصلا الحزب متاعه أظنه اسمه نسيت اسم الحزب متاعه، لكن يطالب بانتخابات تشريعية ورئاسية، وقال نعملوا انتخابات مبكرة، فاهم اللعبة 100%. فما واحد يعني كان يقلقهم لأنه كان طامح أنه ياخذ رئاسة في تونس، وهو طارق المكي تخلصوا منه قبل حكاية شكري بالعيد. طارق المكي نعم فعلا قتلوه، ولكن شكري بالعيد ومحمد البراهمي كذبة كذبة. باش يغطيه الكذبة هذه لازم يعملوا كما نقولوا cover up بالانجليزي، وهو التغطية. التغطية هي اللي عملوها بأحداث الشعامبي، مرة في بعد شكري بالعيد، بعد كذبة شكري بالعيد قالوا لكم أنه فما ألغام في الشعامبي، وبعد كذبة محمد البراهمي إيميدياتمون بعدها جاوك قالوا لكم هذاكم ذبحوا الجنود في جبل الشعامبي، وغطي وتستي يحبوا يتستروا على الكذبة باش يغطيوها، باش العباد ما يخموش برشا، ويغط يعني توجيه التفكير الشعب التونسي إلى حكاية أخرى، باش ينسى حكاية شكري بالعيد وينسى حكاية البراهمي، ويخليك تفكر في حاجة أخرى وتنسى أنك لازمك تطالب بانتخابات تشريعية ورئاسية. أقسم بالله العظيم يا شعب تونس، قابلت لما جاء مرزوقي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، قابلت شخص قريب منه برشا وقعدنا نحكيه، ويعرف توا يسمعني يعرف أنه الكلام هذا صحيح. قال لي به شنو الهدف منها؟ قلت له الهدف بعد كل كذبة ومسرحية اغتيال يجي تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية ويقعد في السلطة. والله العظيم يا شعب تونس الغالي والعزيز، قال لي أما أنت وحيد، يعني السيد هذا يعرف وقريب من منصب محمد المرزوقي، وفاهم ويعرف أنه الهدف أن كذبة كذبة كذبة، والهدف هو البقاء في السلطة وعدم القيام بالانتخابات. لذلك يا شعب تونس، شوف، فيق فيق فيق، لازمك تطالب بالانتخابات التشريعية ورئاسية. حاجة أخرى ليك أنت يا منصف المرزوقي وللسياسيين في تونس الكل، الشعب التونسي وشباب تونس اللي جون بتاع تونس يعرفوا قيس معالج من الأول. وأنت يا منصف المرزوقي السنة الماضية سنة فارطة لما جيت أنا قدمت لك باش نحب نوريك أنه قيس معالج كأي واحد كأي شخص من شباب تونس، أي شخص، وأدعو شباب تونس إلى الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، اللي عنده كفاءة ويعرف روحه ينجم وعنده في مخه يقدم روحه لأنه تونسي ويحق له الترشح لهذه الانتخابات. نعودها وأكررها وجددها يا منصف المرزوقي، يا أنا يا أنت يا أنت يا أنا في الانتخابات الرئاسية الجاية، وأنا متأكد من الفوز ضدك، ولا ضدك أنت، ضد الشباب التونسي والله نجم نخلي بلاصة. ولكن اللي حبيت نقول لك هو أنه تأخير هذه الانتخابات وتأجيلها ما خدمكمش أنتم، خدمني أنا. علاش؟ لأنه في القانون التونسي الترشح للانتخابات الرئاسية لازم يكون السن الأدنى متاع الشخص اللي يحب يترشح هو 40 سنة. 40 سنة، أنا ما زلت عمري 39 سنة. في فيفري جاي، مش نعطيكم باش ما تخليونيش نشارك، تعملوها قبل 24 فيفري 2014 الانتخابات، باش هكيك تمنعوا قيس معالج باش يشارك في هالانتخابات هذية. مش نعطيكم هكا معناتها كيما نقول واحد يفوبوس، يعني ندسكم باش تعملوها الانتخابات فيس على الشعب التونسي، وتيزيوم المراوغات وتيزيوم التمثيل والتفليم على هالشعب هذا. الانتخابات الرئاسية والتشريعية فورا، لأنكم تماطلوا وتماطلوا وتكذبوا على شعب كامل. شعب تونس فاق بكم وقاعد يفيق، واللي يشوف الفيديو هذايا يعمل له بارتاج، يعمل له بارتاج باش نفيقوا أكثر من الشعب التونسي ونفيقوا الناس
اشني اللعبه والمسرحيه اللي قاعدين يعملوا فيها في الحكومه وفي المعارضه. وكما قلتها اول فيديو عملته على شكري بالعيد، قلت لكم كلمه واحده يا شعب تونس، راهو يكوروا بكم، مو حكومه معارضه، راهم يكوروا بكم. ونرجع نقولها، راهم يكوروا بكم لانه قاعدين يخادعوا فيكم، وهما مع بعضهم يخدموا مع بعضهم، واللي يدفع لهم هو نفسه الطرف، سواء من تونس ولا من برا، هو نفسه. والشيكات نتاعهم اخر الشهر تجيهم في الحسابات البنكيه نتاعهم، وتجموا تثبتوا وتجموا تتاكدوا من كلامي هذايا. فقط اعيدها واكررها، وباش اللي ما فاقش مازال يحب يفيق يفيق توا. اللي يحب يكذب كلامي، اللي يحب يكذب كلامي من الحكومه ومن المعارضه، ينشر صور التشريح لكل ميناء المنصف، شو اسمه هو المنصف مرزوقي مازال، محمد البراهمي وشكري بالعيد. ما يقول لك الحجه باش تقول هذا السيد هذا كذاب، لازمك توري الحجه. الحجه هي صور التشريح قبل وبعد التشريح لكلاهما. والمنصف حمدون السيد هذا تاريخه في الحكومه اللي كانت قبل حتى مع بن علي يثبت انه الشخص هذايا ماهر وفنان وشخص يعني معروف في تدليس تقارير التشريح الطبية للوفيات في نظام العهد السابق، وقت اللي كانوا المساجين يموتوا تحت التعذيب، كان يلفق ويكتب واحد انه سبب الوفاة عادي، ويجيب من هذاك اللاوي كما يقولوا. لذلك يا شعب تونس بالله اعمل بارتاج الفيديو هذايا وانشره، خلي الشعب يفيق، واللي قاعد مساند قيس معالج يفيق الناس، فيق 5 10 من الناس، واطلب منهم باش يفيقوا زاد كيف 5 و10 من الناس، لانه الاعلام تعرف ان هما متحكمين فيه. لذلك انت انت كشخص كانسان واعي في تونس سياسيا وفايق وقاري، شعب تونس قاري تتمنكوا على شعب قاري. يعني صحيح بورقيبة والزين عملوا في الشعب هذايا، ولكن غلطتهم مش غلطة هي، ولكن الحاجة اللي تنجم الواحد ينجم يشكرهم معناتها الزوز عليها، هو انه علموا هالشعب هذا، وعلموا شباب تونس، وشباب تونس فايق ومتعلم وما هوش مش ينخدع، واللي ينخدع مثالش نفيقوه ويرجع على الخديعة هذيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أول ما تكمل الفيديو هذا تعمل له بارتاج وتنشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.